موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال ابن جرير رحمه الله في ذكر من قال أن هذه الآية كانت يوم بدر، أي خاصة به، عن عطاء بن أبي رباح في قوله ومن يولهم يومئذ دبره، قال هذه منسوخة بالآية التي في الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. قال وليس لقوم أن يفروا من مثليهم. قال ونسخت تلك إلا هذه العدة. هذا من أوضح المواطن التي يقصد السلف فيها التخصيص حين يطلقون النسخ، لأنه قال إلا هذه العدة، يعني إلا هذا العدد، فلا يجوز الفرار منه. فالمقصود عندهم نسختها، يعني خصصتها، يعني إنما يحرم الفرار إذا كان العدد مع تقارب الصفات كما ذكرنا على النصف من الكفار فأكثر، المسلمون على النصف فأكثر. أما إذا كانوا أقل من نصف الكفار، الكفار أكثر من ضعفهم، فيجوز لهم الانصراف من القتال. وهذا في الحقيقة قول عطاء بن أبي رباح، ليس مع أنه الإمام ابن جرير وضعه ضمن من يقول بأن الآية خاصة يوم بدر، فهي في الحقيقة ليست خاصة يوم، يعني قول عطاء أنه ليس خاصا يوم بدر، ليس خاصا بيوم بدر، ولكنه عام لكل قوم بلغوا هذه العدة المذكورة في آخر سورة الأنفال. عن أبي عثمان قال لما قتل أبو عبيد جاء الخبر إلى عمر فقال يا أيها الناس أنا فئتكم، يعني لا تخاطروا بمواجهة عدو أضعفكم خوفا من أن تقعوا تحت صفتي ومن يولهم يومئذ دبرة، فإن بقية المؤمنين فئة لكم. الشيخ شاكر يقول أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي، مش أبو عبيدة بن الجراح، صحابي وهو صاحب يوم الجسر المعروف بجسر أبي عبيد، كان عمر ولي الخلافة عزل خالد بن الوليد عن العراق والأعنة، إن لي الرماح يعني من قيادة الجيش، وولى أبا عبيد ابن مسعود الثقفي، ظهر ولا على العراق فقط،
أن المشهور أنه ولى أبا عبيدة ابن الجراح على قيادة مجموع الجيوش، ولما وجه يزدجر جموعه، يزدجر اللي هو ملك الفرس، جموعه إلى جيوش أبي عبيدة، عبر أبو عبيدة الجسر في المضيق فاقتتلوا قتالا شديدا، وأنكى أبو عبيد في الفرس، وضرب أبو عبيد مشفر الفيل، فبرك عليه الفيل فقتله، واستشهد من المسلمين يومئذ 1800، ويقال 4000 ما بين قتيل وغريق. يقول في كثير من الكتب أبو عبيدة في هذا الخبر، وهذا وهو خطأ، هو أبو عبيد. الشيخ بيقول كان في المخطوطة، لو كان في المطبوعة، لو تحيز إلي لكنت له فئة غير ما في المخطوطة، بلا أمانة ولا معرفة. إن هو التغيير يسير جدا والمعنى واحد. عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: أنا فئة كل مسلم. قال: وقال آخرون: بل هذه الآية حكمها عام في كل من ولى الدبر عن العدو منهزما. عن ابن عباس قال: أكبر الكبائر الشرك بالله والفرار من الزحف، لأن الله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دورة فقد باء. إلا يعني الآية إلا تعريف الاقتتال أو متحيزين فيها، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قول من قال حكمها محكم، وأنها نزلت في أهل بدر، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين، وأن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف للقتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما، فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. وهذا المعنى صحيح، إلا أنه لا بد أن يقيد بالعدد المذكور في آخر سورة الأنفال. فهذا هو الفرار المحرم إذا كنتم على النصف من عدوكم. وقد ذكرنا أن العبرة بالعدد عند تقارب الصفات، وأما إذا تفاوتت الصفات فالعبرة بغلبة الظن بحصول الظفر. وظاهر سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، أن هذا الأمر ظاهره أنه لا يلزم فيه النية، وأن نية التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة إنما هو إذا كان العدد على النصف فأكثر، لأن هذا
الثبات معه واجب. وأما آية آخر سورة الأنفال فهي لم تجعل الثبات واجبا، كما ذكرنا أن من أهل العلم من يقول يستحب نية التحيز إلى فئة مع قلة العدد، ويشهد لذلك قول عمر أنه، ومنهم من قال يجب أن ينوي ذلك ولا ينوي الفرار مطلقا. والظاهر ما ذكرنا أن نية التحيز إلى فئة مستحب، أما التحرف إلى قتال، التحرف لقتال فهو من الثبات وليس من الفرار، وإن كان ظاهره أنه يولي دورا لكن قصده أن يكر على عدوه فيعود فيقتله. وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام لجيش المسلمين في غزوة مؤتة لما رجعوا إلى المدينة بعد انسحاب خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد مقتل القادة الثلاثة، فقال الناس لهم أنتم الفرارون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون إن شاء الله، أي الذي يكر الذي يفر ليكر، أي الذي يهجم على عدوه مرة أخرى. وقد كان ظاهر هذا أن التحرف لقتال يشمل أن ينسحب من المعركة بالكلية ليأتوا مرة أخرى ولو بعد مدة. قال وأما قال وإنما قلنا هي محكمة غير منسوخة لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ وله في غير النسخ وجه. لماذا؟ لأن الأصل كتاب أحكمت آيته، لأن الأصل الإحكام وليس النسخ حتى يأتي بيان. قال وأنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ وله في غير النسخ وجه إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر أو حجة عقل، ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إلى آخر الآية. ولا شك أن الأحاديث الواردة في أن الفرار بلا الزحف من الكبائر وهي صحيحة تؤكد ما قاله ابن جرير من بقاء حكم وجوب الثبات، ولكن كما ذكرنا أن ذلك مختص بحالة ما إذا كان المسلمون على النصف فأكثر من عدوهم، وكذلك هو مخصص بالاستثناء المتصل وهو المتحرف لقتال أو المتحيز إلى فئة، والله أعلى وأعلم. قال وأما قوله فقد باء بغضب من الله، يقول فقد رجع بغضب من الله ومأواه جهنم، يقول ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم وبئس المصير،
يقول: وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير. وقد سبق أن بين رحمه الله أن هذا معلق على عدم العفو، معلق على المشيئة، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه، كما ذكره عن يزيد بن أبي حبيب، وكذا عندما رجح أن أولى التأويلين بالآية بالصواب حكم من قال أنها محكمة، يقول في آخرها: وأن من وله الدور بعد الزحف بغير نية إحدى الخلتين فقد استوجب من الله وعيدا، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى متواعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال، أي يفر بين يدي قرنه يعني عدوه المقارن له، متحرفا لقتال أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو أو غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة، أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه، فيلوز له ذلك حتى ولو كان في سرية، ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. وقولي هذا وأستغفر الله.